أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم، اللهم أمدنا بمدد الأمداد، مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تقطع عنا رفدك ولا تقطع عنا مددك. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. نقرأ آمين والحمد لله رب العالمين. نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى، وكان شرع بعد أن انتهينا من عقبة العلم وعقبة التوبة، شرعنا في عقبة العوائق، أي الموانع التي تمنعك من القيام بحق العبودية لله تعالى. نقرأ الجزء القصير اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت ونكمل إن شاء الله. قال: العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق، أي ما يعوقك عن الوصول إلى الله تعالى، اللي هم الأربعة أشياء: الدنيا والهوى والشيطان والنفس، أو ذكرها على طريق آخر. ثم عليك يا طالب العبادة، وفقك الله تعالى بدفع العوائق حتى تستقيم عبادتك. وقد ذكرنا أن العوائق أربعة: أحدها الدنيا وما فيها، ودفعها إنما هو بالتجرد عنها والزهد فيها، وإنما يلزمك هذا التجرد والزهد لأمرين: أحدهما لتستقيم لك العبادة وتكثر، فإن الرغبة في الدنيا تشغلك، أما ظاهرك فبالطلب، وأما باطنك فبالإرادة وحديث النفس، وكلاهما يمنع العبادة. إن الرغبة في الدنيا تشغلك ظاهرا وباطنا، الظاهر بأنك بتطلب وتسعى في الدنيا بجوارحك، والباطن بأن الإرادة القلبية بتحصيل الدنيا، أنك أنت مشغل بقلبك بتحصيل الدنيا، إرادتك متوجهة بقلبك إلى تحصيل الدنيا، أو وأيضا حتى لو كنت في غير وقت التحصيل بتبقى مشغل بحديث النفس برضو في الدنيا، وكلاهما يمنع العبادة. إما بيمنع أصل العبادة كما قلنا في حال الفساق أنه بيترك الفرائض، وإما بيمنع كمال العبادة باعتبار انشغالك بالعمل وما إلى ذلك. فإن النفس واحدة والقلب واحد، والقلب واحد، فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده. لكن قلنا الصور القلبية ممكن يبقى في صورتين في القلب، واحدة غالبة وخصوصا صور العبادات بتبقى، ولو كان غلب عليها معنى، ولو غلب عليها معنى الدنيا أو الانشغال بغير العبادة، طالما في نية العبادة تصح العبادة وتجزئ عنه. زي لازم ندخل الفقه عشان نفهم كلام أهل الطريق مظبوط. فالشيخ بيقول إيه؟ فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده، القلب لو اشتغل بشيء ينقطع عن ضده، لو اشتغل بشيء انشغالا كاملا، لكن لو كان انشغال غير كامل مش هينقطع عن ضده. ولذلك في العبادة من رحمة الله تعالى كما رجحنا قول الحافظ الإمام ابن حجر الهيثمي، أنه إيه قاعدة اللي هي لما ذكر قاعدة في النية، في قاعدة النية الإمام السيوطي ذكر في الأشباه والنظائر، قال: فإن فر من الغريم وأحرم بالصلاة، ده كان غالب نيته إن هو بيجري من الغريم ده ومش عايز الغريم يلحق، فالغريم لو لحقه هيقول له فين الدين اللي عليك ومش عارف إيه، فإيه أم راح إيه قال أنا هصلي عشان أفر منه، لكن الفرض دخل عليا وانا هصلي الفرض برضه. فكان الغالب في نيته دي وهو بيفر
وهو بيحرم بالصلاة نية الفراق، لكن دخلت عليها نية إيه؟ العبادة ولو بقدر قليل. فالإمام قال تنعقد صلاته صحيحة، والراجل بيجري وراه قام راح قال الله أكبر وراح دخل في المحراب ونوى فرض الظهر، لأن عقدت الفرض مظبوط رغم إن هو ناوي غالب نيته الهرب، لكن تنعقد العبادة ها وتجزئ. وقالوا إن العبادة هنا بعض العلماء زي الإمام الغزالي ومذهب المالكية قالوا لا تتنصف الأمر، إن لو كانت العبادة غالبة يبقى العبادة صحيحة، وكلما زادت نسبة العبادة 70-80% وعشرة أو 20% عادة ها أو فرار من الرجل ده يبقى ياخد الأجر بنسبة 70 أو 80 اللي نوى فيها العبادة وغلبت عليه في القلب، وإذا كانت أقل من 50 الإمام الغزالي قال ما تنعقدش العبادة أو إيه يعني قال ما تنعقدش. لكن الإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه وأرضاه قال لا ده تنعقد العبادة طالما فيها نية واحدة ولو واحد من مليون، انك نويت التعبد لله تعالى باداء الفرض اللي عليك ها، والغالب عليك انك بتفر خلاص، فتنعقد العباده ويثاب بقدر النيه، يعني ما اش بقى ما فيش ثواب خالص لا، يعني لو نوى 10% ياخد 10% ثواب، نوى 50% ياخد 50% ثواب، فده الراجح من المذهب. وايضا في مساله ايه الطواف، واحد بيجري ورا واحد راح دخل في الطواف ونوى الطواف صح الطواف ويؤجر بحسب نيته، فده معنى كلام الإمام، لازم كلام الإمام يحمل على المفهوم بتاع الإمام نفسه خلاص، على مفهوم الشافعية، وهو كان شافعي من رؤوس الشافعية رضي الله عنه وأرضاه، قال فإذا اشتغل أي القلب بشيء فإن النفس واحدة والقلب واحد، فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده الانشغال الكامل بنسبة 100%، ده مش داخل في الصلاة بنية الفرار فقط، ما نواش فرض ولا نفل ولا أي حاجة خلاص، لكن لو نوى التعبد لله بالفرضية أو ما إلى ذلك يبقى تجزئ عنه، لكن ده نوى الإحرام بالصلاة وقد يكون غير محدث وقد يكون غير متطهر أيضا محدث، عند ذلك يبقى تمحضت نية الدنيا، ما فيش نية عبادة خالص، لكن لو وجدت نية العبادة فتنعقد عبادة. فإذا اشتغل القلب بشيء انقطع عن ضده، اشتغل كامل ينقطع عن ضده الكامل، انشغل تماما بالدنيا 100% ينقطع عن ايه العبادة والثواب 100%. طيب لو في جزء عبادة يبقى هيصح الاثنين، ويبقى بعض العلماء غلب الأمر وبعضهم لا غلب الأمر باعتبار غالب الأمر، الغالب عبادة ولا عادة، فرار ولا نوع عبادة الصلاة، فرار ولا نوع ان هو يطوف بالفعل، فبعضهم قال للراجح التغليب، لكن الأصح أن هو إيه تنعقد عبادته مطلقا طالما أن في نية العبادة ها وما إلى ذلك، وإيه ويثاب بعد ذلك على نسبة النية في العبادة. فإذا اشتغل الفقيه لازم يكون كده، ولا إلا هيضيع الصوفي هيضيع المعنى كده، فالتصوف ليس إلا فقها، إزاي تفهم نصوص العلماء؟ لأن لو قلت كده فإذا انشغل بشيء انقطع عن ضد طول يبقى أي نوع من الانشغال يبطل العبادة وينقطع عن ضد العبادة. طب ولو 90% ناوي العبادة وفي حاجة تانية وردت على ذهنك تبطل؟ لا، الفقهاء ما قالوش كده، قالوا اللي احنا ذكرنا. فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده، عامل زي كوب الماء بالفعل، لكن كوب الماء إذا مليت تلتين ويبقى التلت الأول فيه هوا، يبقى التلت الباقي فيه هوا، واضح؟ مليت نصه يبقى النصف الباقي فيه هوا، هكذا. خلاص بقى ما تنعقدش عبادة. لو نيته عادة مطلقا ها الفرار فقط وعمل الله أكبر كده وكبر لكن ما نواش عبادة خالص ما تنعقدش خلاص، لأنه 100%، وده اللي قصده الشيخ هنا باللفظ ده. فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده، انقطع عن ضده تماما، إذا اشتغل بالشيء انشغالا تاما انقطع عن ضده تماما خلاص، 100% مشتغل بذلك الشيء، فضده مش موجود، اتملأت الكوب ماء يبقى خلاص ما فيش هواء. وإن مثل الدنيا والآخرة كمثل الضرتين، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب، بقدر ما تميل إلى أحدهما أعرضت عن الآخر، أنهما طرفي نقيض خلاص. أما شغلها في الظاهر أي الشغل في ظاهر الجوارح، فقد روينا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال زاولت أن أجمع بين العبادة والتجارة، حاولت ها
جاهدت نفسي أن أجمع بين العبادة والتجارة فلم يجتمعا، وقلنا أنهم لم يجتمع الدنيا والآخرة إلا للأنبياء فقط والمرسلين أو الكمل النادر بقى من الصديقين. فأقبلت على العبادة وتركت التجارة، قصرت في حق التجارة وأقبلت على العبادة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كانت مجتمعين أي الدنيا والآخرة لأحد غيري لاجتمعتا لي لما أعطاني الله سبحانه وتعالى من القوة واللين. إن سيدنا عمر هو خليفة بيقول لو كانت الدنيا والآخرة تجتمع لأحد ده كانت اجتمعت لنا خلاص، لأنه تمكن في الدنيا بأمير المؤمنين والخليفة، ها، ورغم كده إن إيه ما قدرش يجمع بينهم. فإذا كان الحديث كذلك فأضر بالفانية واختر السلامة، أي واختر الآخرة اللي فيها السلامة والنجاة والسلام. وأما شغلها بالقلب وهو الباطن، شغل القلب لمكان الإرادة، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الإرادة، والإرادة دي محلها القلب اللي هو توجه القلب. الإرادة انعقاد القلب على الفعل، ها، اللي هو العزم، العزم انك انت خلاص انعقد القلب على الفعل، ده معنى الإرادة. فيبقى عزمك على تحصيل الدنيا، يبقى من شغل ايه عازم على تحصيل الدنيا بنسبة 100% في قلبك، انك انت بتسعى في الدنيا بصفة دائمة. وأما شغلها بالقلب وهو الباطن، أي الباطن الإنسان، لمكان الإرادة، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. هذا الحديث الواحد لما يسمعه كده يفتكر الأول أنه حديث موضوع أو النبي ما قالوش، لا، ده الحديث ده له روايات كثيرة وذكر الشارح ونقرأه مرة أخرى. قال: من أحب دنيا أضر بآخرته، لأن حب الدنيا يشغله عن تفريغ قلبه لحب ربه ولسانه، ولسانه لذكره، فيضر آخرته ولا بد، لأن حب الدنيا يشغله عن تفريغ قلبه لحب ربه وتفريغ لسانه لذكره، فيضر آخرته ولا بد. ومن أحب آخرته أضر بدنياه، لأن حب الآخرة يعطل عليه أسباب الكسب والمعاش، فيضر بدنياه ولا بد، أي يعطل عليه كمال أسباب الدنيا، ماشي، لكن لا منع أنه إيه يحصل شيء من الدنيا طبعا، حتى الصحابة وحتى الزهاد الأكابر، بل فضلا عن الأنبياء طبعا وهم القدوة. إن كان سيدنا نوح كان نجارا، وسيدنا داود كان يصنع الدروع، ها، ويأكل من عمل يده. فآثروا أي اختاروا ما بقي على ما يفنى، ما يبقى على ما يفنى. قال العلامة عبد الحق بن شاه، رواه الإمام أحمد والحاكم عن أبي موسى الأشعري، قال العراقي رواه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين. قال الزبيدي وهو منقطع بين المطلب بن عبد الله وبين أبي موسى الأشعري، وسبقه إلى ذلك الذهبي، وقد رواه كذلك القضاعي في مسند الشهاب، والبيهقي في شعب الإيمان، وقال المنذري لرجال أحمد ثقات، وعند بعضهم ألا فآثروا بزيادة ألا ألا التنبيهية. يبقى ده شوف روايته يعني كتير، في رواية قال المنذري عنها أن إيه رجال أحمد ثقات، يعني الحديث حجة، ماشي، رغم اللي بيسمعه ممكن يقول إيه ده هذا من الكلام اللي إيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زي حديث العجلة من الشيطان، هذا حديث لكن رواه الترمذي بإسناد حسن، ها، العجلة من الشيطان ده دارج على ألسنة الناس من ضمن الأحاديث، لكن هو حديث حسن رواه الترمذي. طيب، فبان لك أنه إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا وباطنك بإرادتها فلا تتيسر لك العبادة حقها، أي لا تتيسر العبادة حق العبادة يعني. وأما إذا زهدت فيها فتفرغت، وأما إذا زهدت، عندك في التشكيل في النسخة الثانية إيش؟ زهدت ولا زهدت؟ زهدت، صلح الحمد لله، والقلم الأحمر ليه شغل يعني.
واحد بيقول لي انت شايل قلم احمر؟ قلت له ليش هو؟ واما اذا زهدت فيها فتفرغت بظاهرك وباطنك تتيسر لك العباده بقدر امكانك، بل تعاونك اعضاؤك عليها. ولقد روي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه قال: ان العبد اذا زهد في الدنيا استنار قلبه بالحكمه وتعاونت اعضاؤه في العباده، اي انبعثت وثارت واقبلت اعضاؤه في العباده، ما تبقتش مكسله عليه وثقيله عليه. فهذه اي فهذه اي الجمله اللي ذكرناها هذه اي هي الموصوفه بالكمال والعظمه، ماشي. وبالجمله ان الزهد هو الاله التي لا يستغنى عنها يستغني عنها عابد ولا عارف. نعم، ترك الدنيا. ما هو بيقول لك اترك الدنيا، هو معنى الزهد ترك الدنيا، عدم انشغال القلب بها. الزهد كما قلنا كل العلوم دي بتبحث في حاجه اساسها القلب. الزهد ده ما يوصفش بانه زاهد في ظاهره، انما الزهد شيء موصوف للقلب، خلاص. وقد يكون ظاهره زاهد لكن هو مش زاهد. شوف الحديث بيقول ايه: لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى ان يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى ثالث. وادي من ذهب يعني ملياردير، خلاص، لتمنى ثالث. يبقى ده عمل القلب، هو ده عنده طمع قلبي، زي المليونير اللي عايز يزود الملايين بتاعته، منشغل طول حياته بانه عايز يخلي الملايين دي كتير، عايز يصل ان يكون ملياردير. اقول له ده كده ما عندوش زهد، رغم ان شكله مثلا كويس وان هو حاسس مرتاح وكده، لكن ليس الامر كده، الامر بحال القلب. فالزهد ليس بالغنى والفقر. بعض الافاضل قال ان الزهد لازم يكون عن ملك في اليد، لكن ده مش كده، مش مع هذا، ليس ذلك المعنى. لكن غالبا ان الزهد يكون عن شيء ملكته، خلاص ليك ملك عليه، لكن اللي انت ما تملكوش هتزهد فيه شيء ازاي وانت لا تملكوه؟ المعنى ده صحيح، لكن انت ممكن تستحضر عامله زي عدم الفعل والترك. عدم الفعل ان انا كده مفيش استحضار ولا اي حاجه، لكن الترك انبعاث النفس ثم انبعاث على الترك بعد كده، انبعاث النفس للفعل وبعدين ايه انبعاث النفس للترك. يبقى ده ايه؟ يبقى عدم الفعل ده ترك، عدم الفعل قصدي ده ايه؟ سلب. بينما الترك ده نتيجه انبعاث النفس اولا، وبعدين انت حجمتها ومنعتها، يبقى ده فعل ايجابي. فالزهد هنا انك انت يبقى عندك فعل ايجابي في ترك الاسباب القلبيه للتعلق الشديد بالدنيا او التعلق بالدنيا عموما، ها، بالاطمئنان بالله، التوكل على الله، ماشي، تطمئن بالله ان لن يصيبك الا ما كتب الله لك، تسلم نفسك لله، تلقي نفسك كما يقول اهل الطريق على بساط التوحيد، كده نفسك مع ربنا يفعل بها ما شاء سبحانه وتعالى، وهو لن يضيعك سبحانه وتعالى. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، خلاص. فهذه والثاني من الأمرين أنه يكثر قيمة عملك أو يكثر قيمة عملك ويعظم قدره وشرفه. إذا أنت زهدت يبقى انشغالك بعبادتك لله تعالى، وعند ذلك إيه؟ الزهد ده يكثر قيمة عملك ويعظم قدره وشرفه. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان من رجل عالم زاهد قلبه من رجل عالم زاهد قلبه خير وأحب إلى الله عز وجل جل دلاله من عبادة المتعبدين إلى آخر الدهر. بس في الصفحة الثانية عندي، معلش أبدا سرمدة، بس أنا بنظر لتخريج الحديث بس عشان أعرف. الله الله، هو جاب القواعد يعني. أبدا سرمدة. الظهر قالوا يطلق على 1000 سنة، وقالوا يطلق على مدة الدنيا، هذا عند اصطلاح أهل الإيه؟ إلى آخر الزمن الطويل، والأبد المحدود يطلق أيضا على 1000 سنة، والمشارق الدهر مدة الدنيا.
روى هذا الحديث مسروق عن ابن مسعود كما في القوت. قال الزبيدي: وقد روي نحوه مرفوعا من حديث أنس: ركعتان من رجل ورع أفضل من 1000 ركعة من مخلط. رواه أبو نعيم. وروى ابن النجار عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده: 2 ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من غير عالم. وروى الشيرازي في الألقاب من طريق مالك بن دينار عن الحسن عن أنس أن عن علي رفعه: 2 ركعتان من عالم بالله خير من 1000 ركعة من متجاهل بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العبد قد أعطي صمتا وجهدا في الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك قيل: من الزهد في الدنيا من زهد في الدنيا 40 يوما أجر الله ينابيع الحكمة في قلبه وانطلق وأنطق بها لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا. فجعل الزهد سببا للمحبة، فمن أحب الله تعالى فهو في أعلى الدرجات. يعني هي موازية لدرجة الصديقين، إن لم تكن درجة المحبة أعلى من درجة الصديقين، بس هي الصديقين والمحبة درجة واحدة يعني مقترنة تقريبا. فهذه أدلة يعني على إن إيه مطلوب الزهد والمحبة. بعضهم قال لك إيه: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث إيه؟ ضعيف ضعيف. لو كان النووي ذكره في 40 على إنه إيه التي عليها مدار الإسلام، وقال الترمذي حديث حسن، فكيف يضعفونه؟ عشان الاسناد بتاع في احد الرجال، لكن ما ننظروش لتعدد الطرق وان هو مندرج تحت اصول الاسلام وما الى ذلك. انا قصدي جهله يعني اللي هم ليسوا من اهل الحديث على اهل السنه والجماعه على السلف يعني. فاذا كانت العباده تشرف وتكثر بذلك فحق لمن طلب العباده أن يزهد في الدنيا ويتجرد عنها. عندك فحقة ولا؟ صلح كل فحقة. فإذا كانت العبادة تشرف وتكثر بذلك فحق لمن طلب العبادة أن يزهد في الدنيا ويتجرد عنها. يتجرد يعني بقدر إمكانه خلاص. ولذلك ايه يقولون مما ورد يعني على الألسنة برضو كثير مش حديث، يقول ايه: رجلان يصليان بجوار بعضهما، رجل ها صلاته في السماء والآخر صلاته في الأرض، فالفرق بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. رجل مع الملكوت ومع رب العزة وحاضر خاشع، والرجل التاني بيفكر في السندوتشات والطعمية والفول والملوخية ها، او بيفكر او لا ادري ايه ترد على ذهن المعصية ولا ادري الله تعالى. فرجلان يصليان بجوار بعضهما، ورجل احدهما صلاته في السماء والاخر صلاته في الارض، فالفرق بين صلاتهما ما كما بين السماء. فان قلت: فما معنى الزهد في الدنيا وما حقيقه ذلك؟ فاعلم ان الزهد عند علمائنا رحمهم الله تعالى زهدان: زهد مقدور للعبد وزهد غير مقدور. فالذي هو مقدور 3 اشياء: ترك طلب المفقود من الدنيا وتفريق المجموع منها وترك إرادتها واختيارها. وأما الزهد الذي هو غير مقدور للعبد فهو برودة الشيء على قلب الزاهد. ثم الزهد الذي هو مقدور للعبد مقدمات للزهد الذي هو غير مقدور للعبد. فإذا أتى به العبد بأن لا يطلب ما ليس عنده من الدنيا ويفرق ما عنده منها ويترك بالقلب إرادتها واختيارها لأجل الله وعظيم ثوابه بتذكره لآفاتها، أورثته تلك برودة الدنيا على قلبه. وهذا عندي هو الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي هو اللي في المقصود، والمقصود برودة القلب على الدنيا، بمعنى عدم حرارة. عكس البرودة ايه؟ الحرارة. بمعنى عدم حرارة القلب على الدنيا، اي عدم انشغاله وطلبه للدنيا القلب. فما يبرد عن الدنيا يبقى عنده بارد، بارد. هذا بارد يعني ايه؟ لا يريده يزهد فيه يعني. ثم اعلم ان اصعب الامور الثلاثة هو ترك الارادة بالقلب، اذ كم من تارك لها بظاهره محب
مريد لها بباطنه، فهو في مكافحات ومقاسات شديدة من نفسه، والشأن كله في هذه. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه، إلى قوله سبحانه عز من قائل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فنفع عنهم الإرادة القلبية اللي هي التعلق القلبي بإيه؟ بالعلو في الأرض ولا فساد. علق الحكم بنفي الإرادة دون الطلب، دون الطلب والفعل المراد. وقوله سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. طب نشرح من الأول عشان الآيات دي عايزة شرح بعدها. فإن قلت: فما معنى الزهد في الدنيا وما حقيقة ذلك؟ فاعلم أن الزهد عند علمائنا رحمه الله تعالى زهدان: زهد مقدور للعبد، أي في مقدوره أن يفعله ويحصله، زهد مقدور للعبد في مقدوره، في مقدور العبد أن يفعله ويحصله، وزهد غير مقدور. الغير مقدور ده يبقى إيه؟ رباني. واضح؟ نفحة ربانية وهبية تماما، مفيش إيه؟ ها؟ زي مخلص ومخلص، كأن الزهد زهدان، مخلص أسباب أنت بتعملها، فإذا أنت أخلصت في الأسباب دي وقربت من نهايتها والأخذ بها أصبحت مخلص، إنه من عبادنا المخلصين. خلاص؟ فالأول أنت بتحاول تبقى مخلص وربنا هو اللي بيخلصك، فالمخلص ده محض وهم، والمخلص أنت بتحصل أسباب الإخلاص الموجودة في إيدك. أهو الزهد هكذا، زهد مقدور للعبد وزهد غير مقدور. فالذي هو مقدور ثلاثة أشياء: ترك طلب المفقود من الدنيا، أي عدم تطلعك لما في أيدي الغير، عدم تطلعك لأي شيء في الدنيا. عندك أكلت الأكل الحمد لله، بس ده عالي يعني عايزة مجاهدة عالية وعايزة تدرب كثير، كلت خلاص يبقى كده تمام، وكلت من أجل أولا العبادة عشان تتقوى على العبادة، ونمت للتقوى على العبادة. فايه زي حديث بالظبط، ايه القيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيدت له الدنيا بحذافيرها. اللي عنده كده، بعض الصحابه ما عندوش عشاء، كان عندهم الزهد على حقيقته، كان عندهم توكل، ها ممكن يتغدى وما يلاقيش عشاء، ينام طاول اي لا ياكل في العشاء، فهم القمه في الزهد رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولذلك رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فالذي هو مقدور ثلاثة أشياء: ترك طلب المفقود من الدنيا. الطلب برضو هنا ده معنى قلبي ينتج عنه معنى على الجوارح بالسعي في الطلب بالجوارح، يبقى ترك طلب القلب للمفقود من الدنيا. خلاص؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. خلاص؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ترك المفقود من الدنيا وتفريق المجموع منها، ده أصعب. ترك المفقود ده حال قلبي، لا، تفريق المجموع منها ده حال بالجوارح. فرق ما عندك من المال، بس ده مقام الصديقين، ما تقدرش انت تخرج من مالك كله ولو بالتجربة، حرام عليك تجرب، إلا الصديقين اللي هو تحقق بمقام الصديقية بيحصل منه كده، ودول قليل منهم. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو رئيس الصديقين، وده خرج من ماله مرتين. خلاص؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. مرتين يخرج من ماله كله، ما يسيبش حاجة. خلاص؟ وهكذا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق، أما أتى إليها مال مش عارف 40,000 درهم، وكانت صائمة، فأتى لها تقريبا المال بعد الظهر أو قبل الظهر، أخذت توزع في 40,000 درهم لغاية لما أفنتهم تمام. جت على المغرب ما لقيتش حاجة تفطر عليها. فالجارية بتقول لها: لو تركتي لنا شيئا نفطر عليه؟ قالت: لو ذكرتني لتذكرت، كنت سبت درهم نشتري بيه اكل ناكل. فصديقه بنت الصديق، مقام صديقين، سيدنا عمر خرج من نصف ماله، قال: الان اسبق ابي بكر، اسبق ابا بكر، عايز سبق هو ابا بكر، فخرج من نصف ماله وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لاهلك يا عمر؟ قال: تصدقت بنصف المال وتركت لأهلي النصف. فكان النصف، فكان مين اللي قاعد؟ سيدنا أبو بكر.
فقال ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله رسوله. فقال لا أسبقه بعد الآن، مش هحاول أسبقه أنا بعد كده، مش هحاول أن أنا أتسبق معه بعد كده، لأنه أعلى درجة في الصديقية قلنا إيه رئيس الصديقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا السيدة عائشة بنت جعفر الصادق، كان السيدة عائشة اللي في مدينة السيدة عائشة ده طريق صلاح سالم دي، أما كان برضو يجي لها مال أو رزق توزعه هي قاعدة، فإذا مقام صديقية مش كل واحد يستطيع، فإحنا في مقام آخر هو إيه؟ لأنتظر أهلك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأن مقام الصديقين ده مقام يقين عالي جدا مش كل واحد يدركه، ولا إنه بتجرب مع ربنا يا ربنا أنا هطلع من مالي أهو بس هشوف بقى هتجيب لي رزق ولا لا، هو ربنا هيديك، لكن ممكن ما يجيلكش، يبقى أنت بتلعب مع ربنا بتمتحن ربنا ما ينفعش، إنما إيه ده ربنا بينزلك في المقام ده مش أنت بتحصله. بتحاول تجاهد نفسك فيه، لكن انك تنفق كثيرا ما الى ذلك بقدر امكانك، وتفريق المجموع منها. تكلم طبعا عن الزهد، ما كنا نقرا في احياء علوم الدين، وان ايه اللي عنده حجر بيحط راسه عليه يبقى مش زاهد، قال يبقى فيه الحجر هيشغله، فاكرين كنا بنتكلم عن الاحياء، الحجر راح فين عشان انام عليه واحط راسي عليه، طب والحجر يقعد يدور على الحجر. فكما ورد يعني في الإسرائيليات عن سيدنا عيسى عليه السلام أما لقوه يمشي على قدمي، فقالوا لو كان كريما على الله لرزقه حمارا يركبه. قال سيدنا عيسى فاهم لأن الأنبياء عندهم كمال الزهد، قال الحمد لله الذي لم يشغلني عنه بحمار. إيه اللي شغله بالحمار؟ يبقى عايز مكان يحط فيه الحمار ظل، وبعدين يدور على أكل للحمار، وبعدين يشوف برجع للحمار ويتابع الحمار، بعدين الحمار يعطش ولا يجوع، فالحمد لله الذي لم يشغلنا عنه بحمار، خلاص وارتاح من العملية. بس ده كمل، احنا خلينا ماشيين في الطريق لغاية لما ربنا يخلصنا، مخلص ومخلص، زاهد زهد مقدور، وربنا ينقلك الى زهد غير مقدور كرامة منه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.